صوت رزق في بؤرة موت. شوبت يابا شوبت، شوبت يابا شوبت. لا يكترث عطاء لرصاصات الاحتلال أو قنابل الغاز ولا حتى الإطارات المشتعلة، فلا مكان للعواطف هنا، فكل ما يتمناه أن يبيع ما بحوزته من مثلجات ويغادر المكان سريعا لإحضار وجبة طعام للعائلة. حياتنا صعبة، اللقمة مغمسة بدم. يعني لو أنا سويت 10 شيكل بقول الحمد لله، لو سويت 20 شيكل بقول أنا عام في عندي عيد، الحمد لله رب العالمين. ال20 شيكل بتعمل طبخة، يعني عندي أنا 3 انفار، وعندي أخوي الصغير، وعندي أمي، وعايش في أوضة. هذه مش حياة يا عم، حياة صباح الكافر. أموال قليلة تقصد لأجلها هذه الحدود، لكن لا غرابة في ذلك أمام شظف العيش المسيطر على حياة عشرات الباعة المتجولين على الحدود الشرقية لقطاع غزة. الحصول على لقمة العيش هنا صعب جدا، فكثير من هؤلاء تم استهدافهم بشكل مباشر من قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورغم إصابة الكثير منهم إلا أنهم ما زالوا يبحثون عن قوت يومهم في أماكن أخرى. إصابة في القدم لم تمنع عز الدين من الوقوف وبيع الخضار في أحد الأسواق وسط القطاع. احنا 4 انفار، عندي ولدين وانا وزوجتي 4 انفار، ولازم اشتغل، لو ما اشتغلتش مش حالاق اكل اكل، ولازم ان الواحد يطلع ويجيب رزقه بايده، لانه في شيء اللي ما دخل رئيس، عشان هيك انا بشتغل من غصبا عني، ورغم الاصابه يعني مضطر اني اشتغل. قله العمل وكثره الفقر كان السبب وراء ذلك. نيفين سليم، الغد، غزه فلسطين.